مساء الخير عليكم. اليوم الفيديو مختلف، نهاية عام 2023 ايش راح نقول بي، واحنا دا ننتقل من عام ميلادي الى عام ميلادي جديد. الفيديو راح يكون ارتجالي نوعا ما، بس راح اقول لكم بي خمس فقرات ان شاء الله، والفقرة السادسة هي هدية مني لكم. الخمس فقرات تقول شنو الأمور اللي أني سعيدة أنه صارت لي أو قدرت أحققها ب 2023 إن شاء الله بتوفيق من رب العالمين، وشنو الأمور اللي ما قدرت أحققها أو قد نقول ما أريد أقول خسرتها أو راحت مني، وإن شاء الله راح أرتبها وأعيدها بعدها بالأربعة وعشرين. النقطة الأولى أنا قدمت لكم إياها لأن هي كان لها تأثير كل السعيد علي، فحبيت أنه أبدي لكم بهاي الفقرة السعيدة، اللي هي أنه كان عندي أمنية بالعمل، مجال في عملي أنه أقوم به من فترة طويلة، فترة سنين طويلة، وحقيقة لظروف خارجة عن إرادتي، لأنه المحيط العمل العفو يعني ما تقبل أن أعمل بهذا المجال لأسباب تتعلق بالحسد والغيرة بالعمل والتنافس وهذه الأمور اللي أنتوا تعرفوها. الحمد لله والشكر، هذا العام أعتبره عام إنجاز لهذه الفقرة اللي سعيدة بيها وأفتخر بيها، ورغم حققتها، رغم الحروب اللي تواجهت بيها وصعوبات، لكن أنا استمريت بالتوكل على الله، وكان الله رحمن رحيم بي بشكل ما تتخيلوا، والحمد لله والشكر نصرني. ما زالت المواجهات مستمرة، لكن إصراري على أنه أتعلم وأسير بهذا المجال العلمي والعملي في عملي كان يعني ما زال مستمر هذا الإصرار، والحمد لله والشكر أنا حققت بنجاح أشكر الله كثيرا عليه، وأعتبر عام 2023 هو العام اللي حققت به هذه الأمنية اللي صار لها سنين تروح وتجي حسب الظروف، فالحمد لله والشكر. فإذا عندي فقرة في عملي تقدمت بيها، هاي أولا. اثنين، إنه هي الفقرة كانت قديمة عندي بس ما قدرت أحققها، وصبرت سنين وحاولت إلى أن الحمد لله الآن اتحققت وسأستمر في تحقيقها. لذلك شو أقول لكم، أسألكم الدعاء لي بالاستمرار بالتحقيق بهذه الأمنية. الفقرة الثانية اللي أحب أقول لكم إياها اللي هي أكرمني رب العالمين في الظرف خاص تعايشت ويا حالة، ما أريد أقول إنسانية بس هي حالة مو تقليدية. يمكن بعض اللي متابعين إلي وللقناة يدرون أنه أنا كان عندي فد قط صغير، وهذا القط عنده حالة مرضية أو حالة صحية من ولادته، وهو قط يعني مو أحد أفراد العائلة وإنما هو قطنا، بس الحمد لله الموضوع أنا ما كنت متقبلته، رافضته، بس هاي الظرف من اجى تعايشت ويا حاله انه شلون اتحمل مسؤوليه هذا الحيوان البسيط المريض الغير قادر على انه يعني يعين نفسه، وشلون ان شاء الله ادعوا لي انه اكون نجحت بهذا الامتحان اللي امتحني به رب العالمين. انا ما اقول لكم انه القط عاش والحمد لله وكبر وما اعرف شنو، لا هو عاش 7 اشهر. السبع اشهر هذه يعني الأطباء قالوا ما توقعنا أنه يعيش، إحنا نتوقع له أنه هو يعني بسبب حالته هاي أنه شغلته يعني يتوفى بالوقت، لكن الحمد لله رب العالمين برحمته ومتابعتي إلى ورعايته وفقني بهذه المتابعة والرعاية عاش. فعشت في حالة شلون نكون مسؤولين عن روح، وهذه الروح لا تعنينا بمعنى أنه هي أحد ابننا أو أخونا أو أحد أقاربنا، لكن هي مسؤولية إنسانية أمام روح مع الله، والحمد لله والشكر هذه كانت أيضا سعيدة. ستقولون كل الفقرات سعيدة؟ لا طبعا، أكو فقرات ألمتني جدا، ومنها في هاي الفقرة الثالثة اللي راح أقول لكم إياها. والفقرة الثالثة بالحقيقة هي أنه بسبب
ظروف معينة، فإنه الروتينات اللي أنا معتادة عليها من روتين الصباحية أو منها أهم شيء مثلا روتين المشي الصباحي 10 دقائق أو ربع ساعة صباحا، ومنها مثلا أنه أنا كنت دائما أسوي فقرة صباحية أو من أقعد الصبح من أعمال بيتي فقرة بسيطة صغيرة أكون مسويتها بالسكجول مالتي حتى أخفف من أعمالي، هاي فقدتها. والسبب أنه أكو متغيرات بالواقع العراقي أو في بغداد، بعض المشاريع اللي خلت أزمة يعني مرور عالية جدا جدا، مما اضطرتنا احنا كناس موظفين او حتى الطلاب من نذهب الى دوامنا، يعني نذهب بوقت ابكر ونصرف ساعات اكثر بالطريق صباحا وظهرا بسبب هذا الموضوع. وهذا حقيقة خلاني الغي عدد من السكجولات على مود يعني هذا الظرف. هذا الموضوع كلش ألمني، لكن ان شاء الله من خطواتي الاولى ب 24 انه احاول شلون انظمه بطريقة جديدة او ارتبه بحيث ما أفقده بشكل كلي حتى وإن كان الفقد بشكل جزئي. شفتوا أكو مواضيع مؤلمة بنمر بيها. الفقرة الأخرى الرابعة اللي أقول لكم إياها بتوفيق من الله ونصر، أيضا أكو فد موضوع هم صار لسنين اللي هو نوع من التنظيم الإداري لعملي. هاي ثاني فقرة أذكر لكم إياها بالعمل، لأنه العمل أكيد فد شيء مهم إلي ولحضراتكم، دائما العمل هو مهم بالإنسان للإنسان ويوازي أو أقل من أهمية البيت. أكيد البيت هو أهم وأهم وأهم. الفقرة اللي هاي دا أقول لكم إياها أكو حالة تنظيم إداري أحتاجها في عملي، صار سنين أحاول أسعى أنه أنظمها، بس تعرفون العمل والأمور الإدارية تحكمها القيادات الإدارية بطريقة يعني ما نريد ندخل بيها الواسطات والعلاقات وهذه الأمور، فيصير من الصعب تحقيق نظام إداري عادل أو نظام إداري جيد. الحمد لله وشكرا فوفقني رب العالمين في هذه الأيام الأخيرة من نهاية السنة هاي أنه أحقق في جزء لا بأس به من هذا التنظيم الإداري، والحمد لله وشكر عليه وسعيدة جدا جدا بي. نجي إلى النقطة الخامسة، وطبعا قلت لكم مرة النقطة الخامسة راح تكون عندي هدية، هي النقطة السادسة. أنا قبل النقطة الخامسة أعتذركم على بعض الصوت أو الضوضاء، بس أنا حبيت الفيديو أن يكون هو فعلا فيديو من الواقع وفيديو انتقال من سنة إلى سنة، ويمكن لقطات السفر والمطارات هي من أكثر الأمور اللي تحسسنا بالانتقال من مكان إلى مكان أو حالة إلى حالة. النقطة الخامسة، وأنا أعتذر حطيتها بالخامسة لأنه بالأخير، لأن هي نقطة مؤلمة جدا إلي حقيقة، ما ردت أبدي بيها حتى الألم مالتها يأثر على طرحي لباقي النقاط. دائما أنا أكون سعيدة لما أدي فد عدد من الزيارات الدينية والعبادات. بهاي السنة أنا أحس إنه زياراتي الدينية عباداتي قلت بسبب ظروف خارجة عني، وبنفس الوقت بسبب إنه أريد أحافظ على أمور بالأسرة، أريد أمشي أمور بعائلتي، فأقلل من عدد الفقرات اللي ممكن تسوينا مثل ما نقولوا يقولون قلق بالعائلة. لكن إن شاء الله هذه راح تكون النقطة الخامسة من أوائل أولوياتي ل24، شلون أحلها وشلون أرجع أفضل مما كنت سابقا. واحدة من الحلول راح أقول لكم إياها بالهدية اللي راح أنطيكم إياها، اللي هي فقرة سادسة أو أخيرة أو هدية. من الأمور الرائعة جدا اللي كنت هواية أحاول أنه أسويها، بس شاءت الظروف توفقت أنه سويتها بالنصف الثاني من 2023، وإن شاء الله راح أستمر عليها مش منطان الله عمر، اللي هو أنا أسميه اللقاء السبت أو صباح السبت الأسبوعي المحبب، اللي هو اتفاق بيني وبين عدد من الزميلات أو الخوات صاروا إنه إحنا نلتقي كل سبت الصبح في مكان مريح غير يعني نتحدث ببعض الأمور اللي هي مشجعة،
بعض الهموم حتى نتجاوزها، يعني نقولها ونتجاوزها بالطريقة اللي نحاول إنه نلقى لها حل. بس بشكل عام إحنا نتجاوز كل الفقرات المؤلمة ونحاول إنه نسوي رفرشمنت لنفسيتنا وعقلنا في هذا الوقت. هذا الموضوع أحبه جدا وحققته، وإن شاء الله راح أستمر به وراح أستفاد من عندك نقطة أولى، بأنه يصير موضوع قلة الزيارات الدينية أو النشاطات الدينية أو العبادات هو من أولوياتنا في هذه الاجتماعات أو اتفاقاتنا في هذه القعدات، لهذه الأمور اللي تعود علينا بالصحة النفسية والعقلية والبركة. إن شاء الله ما طولت عليكم. هاي الفقرات اللي ردت أقول لكم إياها بنهاية عام 2023 الميلادي. يمكن اكو ناس تقول احنا سنتنا الهجرية هي الاساس، اكيد احنا سنتنا الهجرية الاساس، بس اريد اقول لكم ترى عمرنا محسوب بالميلادي وايامنا نشطبها على الرزنامة بالميلادي. صحيح الميلادي اكو يا هجري، بس احنا نعتمد الميلادي. فبكل الاحوال احنا شطبنا من عمرنا سنة، نحتاج انه نراجع ونشوف سوينا وليش وشلون. هاي بعض الفقرات، ما اعرف، انا متأكدة خواتي واخواني حققوا الكثير الكثير الكثير، وأتمنى لهم الخير والصحة والعافية وسنة سعيدة عليكم جميعا، وإن شاء الله نلتقي بالسنة الجاية إذا الله انطانا عمر وعافية حتى نقول شنو اللي نفكر به على السنة الجاية، ومن ضمنها طبعا شنو فقرات الغذاء أو الطبخ الصحي اللي راح نستخدمه. تحياتي لكم جميعا.